دابا شنو لا تحطيتي انت في هذه السيتياسيون انك تعزل واش تبقى في بلاد اي بلاد اوروبيه كبغيها ولا تمشي للولايات المتحده، شنو غادي يكون القرار ديالك؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غيكون فيديو غريب على قرعه امريكا كيفاش طلعت ليا وغير بالضحك. ها انتما تشوفوا انا نعاودها لكم بالاول. المهم كنت انا خدام في كازا ديك الساعه، كنت في المغرب خدام في كازا، كنجي في الويكاند كنجي نتلاقى الدراري صحابي في قنيطره، يعني الجمعه والسبت والحد كنجلسوا نديروا قهوه. المهم واحد الجمعه هبطت القنيطره والدراري لقيتهم كيهضروا على قرعه امريكا وهكا، قلت لهم وايلي انت يكون عندك هذا الزهر يعزلوا مغربي من قنيطره من بين الملايين الناس اللي كتدفع. بقينا كنضحكوا بحالك. المهم الدراري قال لك حنا نعمروا، قلت لهم صافي انا نعمر. بقينا بغيت ندخل السيت والو لابليكاسيون ديال السيت ما بغاش تحل ليا، كنعاود والو، كنخرج من السيت وندخل ما كيبغيش يتحل لي. والدراري بقاو كيشدوا فيا، قال لي انت الزهر طالع عندك معكسه من الاول وحاجه غادي تطلع لك، تيقول لك ما بغيناكش من الاول. المهم واحد الدري صاحبي قال لي راه كيبغيو تصاور في السيت باش تعمر هذيك لابليكاسيون التصويره ديالك، قال لي يلا نمشيو نتصوروا واحد المصوره هنا 5 دقائق. قال يلا نمشيو، مشينا تصورنا والله الا الدري مسكين خلص كل شيء، تحيه لخويا كريم. وجينا صافي صيفط علينا هذاك المصور بار ايميل. المهم تيليشارجينا داك الشيء، بقيت واحد ساعة من بعد الدراري عمرو عادت انا خدم لي السيت في التليفون. المهم خدم، درت سمية وكنية، راك عارف داك البروسيدير فين ساكن، درنا تصويرة. المهم عمرت هذيك لابليكاسيون نسيتها. المهم كتجي جونفي، انا لو كان جونفي انتقلت هنا لايرلندا، جيت هنا سكنت تزوجت خدمت ودرت كاع الوثائق هنا. المهم واحد النهار كنهضر مع واحد الدري صاحبي كان معايا، بقينا كنهضرو في التليفون، قال لي واش درتي في قرعة ميريغان؟ قلت ليه الا خرجت الريزلت، قال لي راه خرجت هادي شهر. قلت ليه ويلي على شهر؟ قال لي والله الا خرجت هادي شهر. المهم قلت ليه قطع انا نشوف واش شنو الريزلت. المهم كندخل كيس نمبر سميه وهذاك العيبه راك عارفين، ودخلت تيقولوا لي كونغراتوليشن غوش دامي عبد الرحمن راه تعزلتي في هذه القرعه. قلت لي مالي انا تصدمت ما فهمت والو، قلت لا ما يمكنش ياك ما دخلت النمره ديال شي واحد اخر. المهم خرجت من السيت عاود دخلت ثاني طن راه كيقولوا لي كونغراتوليشن سميه وكنيه هي ديك صحيحه المعلومات صحاح، ما فهمت والو دخلت. المهم خرجت من السيت عيطت للدري قال لي واش بالك الريزلت؟ قلت لي راه ما تصورش شنو وقع. قال لي شنو؟ قلت لي راه طلعت لي قرعه ميريان. وبقى كيموت بالضحك، قال لي وانت شو دابا انت مشيتي لايرلندا وطلعت لك ميريكان، قال لي شنو دير؟ قلت ليه دا عليا بلاتي انا نجلس نفكر ونشوف شنو كاين. المهم قطعت عيطت للوالده قلت لها عرفتي شنو وقع؟ راه انت راه طلعت لي القرعه الميريكان. وقلت لها واش بالك؟ قالت لي شو القرار كيبقى بين يدك، راه كي ايرلندا كي ميريكان، يعني شوف انت فين ترتاح اكثر. قالت لي انت مهاجر يعني شوف الدولة اللي ترتاح فيها. المهم جلست هضرت مع المدام قلت لها شوف راه طلعت لينا القرعة ميريكان، اش بالك واش تبغي تمشي ولا نجلسوا هنا؟ وبقينا كنقارنوا الامتيازات والسلبيات اللي لقينا هنا والايجابيات والسلبيات اللي مشينا لاوروبا الولايات المتحدة. المهم جلسنا بقينا كنقارنوا الساكن هنا ساكنين بحتى من رمزي ديال الكرا، راه تندير واحد الفيديو على السكن هنا وكيفاش الدولة كتعاون المواطن ديالها، يعني حتى ما رخيص راك بحال مساكن بحال ما كتخلص والو في السكن. هنا كتجي هنا الطبيب عندنا واحد لاكارت كتمشي للطبيب في اي وقيته بغيتي، يعني ما كاين حتى شي مشكل، يعني ما اي اوبيراسيون كيما كانت ديال القلب ديرها فابور ما تخلص حتى شي حاجه. زيد قارنا السيكوريتي هنا المدينه اللي ساكنين فيها ما كاينش لا اجرام لا والو، يعني مدينه مسالمه. راك عارف ايرلندا كامله هي 5 مليون نسمه مسالمين، يعني الناس ما كاينش داك الشيء الاجرام بحال تمشي وتلقى مدن كبار وعدد الساكنه كثيره في الولايات المتحده. المهم قارنا ثاني الفول، الا بغيتي تجي المغرب تشوف مالين الدار ولا تجي زياره، يعني الفول كثير من اوروبا للمغرب ورخيص. نحنا كنعرفوا الناس اللي كتمشي كندا ولا الولايات المتحده وكيبقاو ما كيجيوش كل عامين ولا 3 سنين حيت الفول غالي وما كثيرش، يعني
كاينين بزاف الامتيازات اللي هنا الناس بينا والخدمه حنا خدامين هنا السالير مخير غتمشي تما تعاود ازيرو يعني خاصك التماره ديال الوثائق اللي خاصك تجمع غتبدا ازيرو كلشي ازيرو وهذا الشيء انت اصلا غتكون ضربتي عامين ولا عامين ونصف ايرلندا قبل ما يعطوك الفيزا تخرج لك الفيزا باش تمشي للولايات المتحده يعني انت ضربتي عامين ديال الاقامه وعاده تمشي تما تعاود ازيرو بحال ما مشيتيش للغربه يعني كاينين بزاف الامتيازات اللي خلاتني ناخذ القرار نبقى هنا في ايرلندا وعاد ايرلندا قريبه للاتحاد الاوروبي راه يعني تمشي للانجليز لو بغيتي تمشي اي دوله اوروبيه كلشي قريب لك اما الولايات المتحده بعيده يعني الا كنتي تمشي تفوج ولا بغيتي كونجي عندك كندا يا المكسيك يعني داكشي محدود اللهم اتخذنا القرار اننا نبقاو هنا في ايرلندا يعني تقريبا حتى لو بغيتي تشوف مالين الدار ولا شي حاجه كاينه لا بوسيبيليتي تمشي بلا حتى مشكل يعني في اي وقيته بغيتي والله يسهل على كل واحد باغي يهاجر لاي دوله وان شاء الله ييسر لكم الامور ويوفقكم في المسيره ديالكم واي دوله مشيتي لها راه ما مزيانه هو غير لما استغليتيش الغرب هذه نصيحه قال لي واحد السيد في الولايات المتحده من العائله قال لي لما استغليتيش الغرب في العلم ديالهم راك غير كتضيع وقتك يعني كتجي هنا تمشي تخدم اي خدمه والسالير مخير ولكن لما استغليتيش الوقت ديالك انك جيتي هنا وصغير وما خديتيش ديبلوم عالمي هنا لي ديبلوم راك انترناسيونال الديبلوم انا خديته في التدريب نخدم به في اي دوله بغيت اي دوله اوروبيه تمشي لاستراليا تخدم به تمشي لكندا الولايات المتحده بلا ايكيفالنس بلا معادله الوثائق يعني كيبقى القرار ليك انت والله يسهل على اي واحد كيما كان غادي لاي دوله بغا وكنتمنى التوفيق والنجاح للناس اللي دفعوا وديما سير برضات الوالدين والله يسهل على كل واحد باغي ينجح في حياته.